مجدي. معلم مجدي بقى أهم وأحسن وأغلى زبون عندنا هنا في المكان. حظك كويس بقى إن هو معجب بصوتك قوي. تشكر يا معلم. ده أنت اللي تشكري. قليل قوي لما يبقى الصوت والكسم وفي الشكل حلوين مع بعض كده. لا 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 لا، أنا بعد كده بقى مش هينفع أقول لك يا معلم مجدي، دي حركات بشوات يا إكسلانس. هادي يا كيتي، هادي هادي يا حبيبتي. لا معلش، هستأذن أنا بقى سعادتك كده عشان راحة مكتب المدام، هستناك هناك يا مدام. ماشي يا نجمة. راحتك يا حبيبتي. خير يا معلم مجدي، شفتك يعني بتتعامل مع بنات كتير وقليل، إلا عمري ما شفتك عملت مع واحدة بس اللي انت عملته مع كيتي ده دلوقتي. حلوة حلوة يا ولد، صوتها جميل. البنات التانية فيها حاجات تانية حلوة بقى، يعني كل واحدة وليها دخلتها. يعني انا ما كانش بقى بيعجبك صوتي ولا ايه؟ لا 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 لا، انت الاساس، انت الحتة الجوانية. بس البت كانت مرتبكة شوية، كانت محتاجة تشجيع يعني. ماشي يا معلم، يا مشجع المواهب الصعبة، هسيبك بقى مع البنات. مش لو كانت حالة معاك كان يبقى أحسن؟ على الأقل أحلى من الخلقة اللي في وشك دي. خلاص بقى صفت كده أحسن، وبعدين أقدر أخف من الموضوع. بص يا أنس، أنا لو شايف فايدة من اللي أنت بتعمله ده قدام كنت هوافقك، لكن المشكلة إنك لازم ترجع في قرارك ده وبسرعة، بمزاجك أو غصب عنك. طيب سيبك بقى من ده كله عشان انا عايزك في الموضوع. انا كنت عايز اعمل حاجه كده وعايزك تساعدني فيها. انا كنت بفكر ابيع شقه اسكندريه واخد فلوسها واحطها على فلوس كده كنت محوشها واكتبهم باسم حاله في البنك. ليه؟ واشمعنى دلوقتي؟ يعني كده هبقى مطمن اكتر. انت غريب جدا، منين مش عايز حاله تعرف ومنين بتعمل كده؟ طب ما انت قاعد تخليها تشك. أنا مش هعمل كده بكرة يا صفوت، وبعدين على ما الشقة تتباع. المهم بقى دلوقتي لازم تشوف لنا سمسار عشان يخلص الموضوع ده في أسرع وقت ممكن. حاضر، ممكن بقى لو سمحت تاكل؟ أنا لقيت شغل يا أمه. وبعدين؟ هشتغل. أيوة، أنا عايز إيه دلوقتي؟ يعني زي ما اتفقنا يا أمه، أنت هتسيب الشغل. تاني يا سارينا؟ هو إيه اللي تاني يا أمه؟ ده كان اتفقنا. طيب، هتشتغل إيه وفين؟ هشتغل صبي ميكانيكي، فرش المعلم مرزوق. هو قال لي إن هو محتاجني بعد ما الواد سابه. ابني بيدرس هندسة، بدل ما يتخرج ويبقى مهندس قد الدنيا، يشتغل صبي فرشة. جرى إيه يا أمه؟ هو أنا قلت لك إن أنا هسيب الكلية؟ هشتغل وادرس زي ما انا بعمل معاكي بالظبط. انت مش عايز تفهم ليه يا ولا؟ انت مهندس يخرب بيتك، تشتغل بليا؟ هو حلو يعني يا ام المهندس لما تبقي شغاله فراشه الصبح وبتغسلي سجاجيد بالليل؟ مالك يا امه ومال كلامك اتغير كده ليه؟ طلبتي مني شغلانه حلال وادي شغلانه حلال يا امه. انت ليه عايز تقعدني في البيت؟ انا صحتي جت على الشغل يا ابني. غلط، انت بتتعبي، انا اللي المفروض اتعب واشتغل. وارحميني ياما وارحمي نفسك من كلام الناس، انا مش عايز حد من زمايلي يشوفك كده تاني. الشغل مش عيب يا هبل. صح، وعشان كده انا اللي هشتغل. ماشي، بس اعمل حسابك، فكره الشغل انا مش هسيبها، ولو لقيت شغلانه تانيه انت راضي عنها هشتغل. يبقى يحلها الف حلال ياما. ماشي، هخلص الحته اللي في ايدي وابلغ الناس واجي وراك. لا، الحته دي سيبها لي انا ياما، وانت روحي عشان خاطري. ماشي يا سارين.
صباح الخير. يلا يلا يا ستي، يلا نفطر بقى مع بعضينا اهو. ايام زمان هترجع تاني اهو، ونفطر كلنا مع بعضينا. يلا بس عارفة نقصانا اماني عشان تبقى اللمة حلوة. اماني وحشتني. وحشتني انا كمان والله. هي راحت فين؟ المفروض انك انت اللي تقولي لي اماني فين. هي اماني فين؟ معرفش معرفش. خلاص 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 يلا. هي ضاعت ضاعت. بسرنا هنلاقيها. يلا يلا تعال تعالي نفطر بقى. احنا قربنا نلاقيها صح؟ صح. يلا بقى قومي افطري بقى. يلا يلا. انا عايزه مربى. في مربى وفي حلاوه وفي كل حاجه اهو. اماني كمان جعانه. نسمة نيسو اصحى حبيبتي، حضرت لك الفطار. صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ انا في الجنة ولا ايه؟ امال انا اعمل ايه؟ حد في الدنيا يصحى من النوم يبقى شكله زي القمر كده؟ ربنا يديم عليك نعمة. اللي هي يعني نعمة فيهم بالظبط؟ المزاج العالي والرواقين. على فكرة أنا عايز أقول لك على حاجة. قولي حبيبي. أنا بحبك أوي أوي. لا أنا كده بجد في الجنة. طب يلا افطري على طول وانا هاخد دش واجيلك. يعني المره الوحيده اللي تعملي فيها افطار افطر لوحدي؟ لا انا هستناك. ماشي. طيب اشربي العصير وانا هاخد دش وارجع افطر معاكي. ماشي ماشي يلا. انت بتخيبي يا نسمة، ما بتتعلميش. انا مش قلت لك ما تقوليش حاجه ليحيى؟ ما هو يا عمي انا سمعت كلامكم في الاول، بس انا يعني بعد كده هعمل ايه؟ هفضل مخبيه عليه لحد امتى؟ يا نسمة عمك عنده حق، خايف عليكي بصراحه. خايف عليا من ايه بس يا انصاف؟ من جوزي؟ انا لو حسيت للحظه واحده بس اني خايفه منه ولا شاكه فيه مش هعيش معاه. انا بصراحه شاكك ان هو السبب في سقوطك المره اللي فاتت. الكلام اللي انت بتقوله ده يا عمي، لا طبعا انا مش معاك في الكلام ده ابدا. الحصالي دي حاجه بتاعت ربنا، يحيى ملهوش اي ذنب فيها. وان شاء الله بقى المره دي لما عرف كان رد فعله ايه؟ كان مبسوط قوي وبقى بيعملني حلو. زي المره اللي فاتت. كان فرحان، خدك الغردقه يفسحك وانك سقطت. على فكره يا عم اللي بتتكلم عنه ده ابنك زي ما هو جوزي. انا بجد مستغربه ان انت بتتكلم عنه بالطريقه دي. انا يهمني حفيدي مش ابني. أنا أكتر واحد خايف عليه في الدنيا. اطمن عليه يا عمي، حفيدك بين مامته وباباه مش بين إيدين حد غريب. اطمن. صباح الخير يا حلا، ازيك عامله ايه؟ اهلا ازيك انت؟ الحمد لله. قولي لي بقى يا ستي هنتقابل امتى النهارده؟ مش هينفع النهارده، عندي مشاكل كتير قوي. مشاكل؟ خير مشاكل ايه؟ في ايه يا حلا؟ مالك؟ مش هينفع اتكلم دلوقتي يا يحيى، لما اشوفك هبقول لك كل حاجه. باي. ايه ده؟ هو في ايه؟
عامل ايه النهارده يا دكتور؟ هكون عامل ايه؟ زي ما انت شايفه. معلش دي مرحلة وهتعدي على خير ان شاء الله. خديني والنبي بره بقى عشان اغير اللي انا لابسه ده عشان مخنوق. حاضر. على فكرة مدام حالة اتصلت بيك رنت وانا ما ردتش عليها وبعدين كنسلت. طب وليه يا اكرام عملت كده؟ ما انا خفت الموبايل يتفتح في ايدي وهي بترن وبعدين لما تشوفها بقول لها انك كنت مشغول ولا حاجة. انا حالة مش متعودة مني على كده، لما ببقى مشغول ما بردش عليها لكن مش بكنسل يا اكرام. معلش متأسفة. وصفوت كمان ما بيردش. اصله في العمليات النهارده. طيب خديني والنبي. أنس كلمك يا صفوت. ازيك يا علا؟ أنس فتح تليفونه وما فكرش حتى يتصل بيا يطمن عليا. تلاقيه مشغول ولا نايم؟ بيكنسل عليا. يبقى مشغول. مالك في ايه؟ أنس فين يا صفوت؟ أنس مسافر. سفرية شغل زي ما قالك. أنت وهو كدابين. متشكر. أنس بيعمل مصيبة وأنت بتداري عليه. انت ليه بتقولي كده؟ عشان انا لسه طالعه دلوقتي من الاداره وعرفت ان مفيش سفريه شغل ولا حاجه. وانتوا مش بس كدابين، انتوا كمان مش عارفين تحبكوها كويس. ما فكرتوش ان انا ممكن اسال المستشفى؟ انا كل اللي اعرفه انه مسافر، ده اللي قالوا لي. يا سلام، وانت صدقت كذبه بمنتهى السهوله؟ انا مش مراته يا حلا، عشان اطلع الاداره واسال عليه. انا بقى مراته، وبقولك ان اختفاء انس ده وهروبه من البيت بياكد لي انه بيخوني. أنا حاسة إن أنس بيعرف واحدة تانية. ما تكبريش المواضيع. كل ده عشان كنسل؟ بقول لك مفيش سفرية شغل ولا زفت. أنا هحاول أوصل له وأشوف في إيه، بس يعني اللي أعرفه قلتهولك، نفس المعلومات اللي عندي هي اللي عندك. ماشي يا صفوت، لما البي يرد عليك ابقى اقول له عيب اللي انت بتعمله في مراتك وبنتك، انت راجل متجوز وعندك بنت. ايه يا سرينا؟ هتسد معانا في الشغل ولا ايه؟ امال يا اسطى؟ ده انا بدرس في هندسه، هندسه قسم ميكانيكا. اهو البقين دول بقى اللي بيلقوني، والنبي بلاش تدخلني بالدماغ دي. لا مؤاخذة يا اسطى، دماغ ايه؟ دماغ انا مهندس وبفهم اكتر، لان كده هتغرق وتغرقني معاك. انا هنا الوسطى. وانا ما قلتش حاجة، انا بس حبيت اعرفك ان انا هسد معاك في الشغلانة وعمري ما اقل منك. طب اطلع فوق فكلي الدرابوكس، طلع لي كرشه واغسله لي كويس. طب انا اسف يا اسطى، هو اسمه الجير بوكس. نعم حبيبي. الجير بوكس ده يا اسطى اللي هو صندوق التروس، ده الاسم العلمي بتاعه. علم يا سرينا؟ انا بقول ايه وانت بتقول ايه؟ اسمه الدرابوكس. وبطل رغي كتير بدل ما تمشي بدري بدري. يلا اتفضل. حاضر يا اسطى، حاضر. عرفت طبعا ان مراتك حامل؟ ها عرفت. مبروك صحيح، هتبقى جد؟ لا يا شيخ. هو ايه اللي لا يا شيخ؟ مالك مش فاهمك يا واد؟ ما تلفش الشطور عليا. لو البيت كله مصدق انك مالكش علاقه في صوت مراتك المرتين اللي فاتوا، انا عارف ومتاكد ان انت اللي سقطتها. هو الكلام ده صح برضو يا معلم؟ هو في اب ممكن يقتل ابنه؟ اه في. انت وانا حتى لو الكلام اللي انت بتقوله ده صح، اسمها سقطت مراتك مش قتلت ابنك. بعدين لا مؤاخذه بقى، دي مشاكل اسريه عائليه ما بيني وما بينها، محدش ليه فيه. اسمع يا يحيى، انا ممكن اقتلك. ياه، ممكن تقتل ابنك يا معلم؟ اخس. مش بيقولوا عز الولد ولد الولد؟
انا حفيدي اللي هيجيني من اسم مراتك اعز عندي منك انت، ولو حسيت بس انك سقطتها تاني هتنك. اهلا 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 يا معلم ادهم. اهلا يا معلم. اهلا. خير يا معلم؟ قلبي عندك، سمعت ان كان في شويه مشاكل مع الضرايب كده. كلام فاضي، يظهر الحكومه كانت مزنوقه في قرشين قالوا ياخدوهم مني. خير خير خير، معلش اعتبرهم زكاة مالك، نقطة في بحر، فلوس بتيجي وتروح، مروحها ما يزعلش. ربنا يزيدك يا معلم. إنما اللي يزعل بقى هي السفالة والندالة، خصوصا لما تيجي من بني آدم لسه كنت واقف جنبه من يومين. قصدك مين يا معلم؟ أنت يا حبيبي. جرالك إيه؟ يا هبت معاك ولا ايه؟ انت جاي تهزقني في مكتبي؟ استغفر الله استغفر الله. المهم انت ورا اللي حصل ده ولا لا من الاخر؟ طبعا لا. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت جيت قلت لك اتهرب من الضرايب يا حبيبي؟ ماشي، انا بقولها لك قدام ابوك اهو، ميعاد ارسل ودان عدى، اللي جاي خليك تندم بجد. أتأكد بس من اللي عملها، وساعتها ورحمة أمي الغالية ما هرحمك. الله يرحمها، ابقى اقرأ لها الفاتحة يمكن تديك دعوتين ولا حاجة. ماشي سيبني مني دي. يا رب يا رب. بسرعة ده تعبان قوي بسرعة.
ايه؟ ساكتة ليه؟ ساعة ما جينا ما نطقتيش بقولك انت. انت اللي ساكت يا يحيى. طب انا عندي مشاكل في الشغل وكده. انت بقى عندك ايه؟ زعلانة من ناس ومزعلة ناس. بتضحك ليه؟ اصل انا تقريبا عندي نفس المشكلة اللي عندك دي بالظبط. يعني مش مشاكل في الشغل وبس. يعني مين ده على ده؟ بس انا خلاص اتعودت على مشاكل الشغل وقرفه. انت في حاجه بينك وبين مراتك مزعلها في حاجه؟ عرفتي مين؟ بيبان يا يحيى، بيبان. بيبان زعلك على زعلها، ده غير انه باين حبك ليها. ياه، بسم الله ما شاء الله، كل ده عرفتيه من الكلمتين اللي انا قلتهم دول؟ هل انا سبب في اي زعل من الزعل ده؟ لا طبعا، مفيش الكلام ده خالص. على فكره انا ونسمة مش زعلانين ولا حاجه، احنا كويسين جدا الفتره اللي فاتت. يبقى هيحصل، صدقني هيحيى هيحصل. انا ست وعارفه بقول لك ايه. الواحدة مننا بتحس لو أي حاجة بتحصل لجوزها، أي تغيير بيحصل في حياته هي بتحس بيه، وبتعرف إمتى دخلت حياته واحدة وإمتى خرجت منها. صدقني بتحس. ليه كده يا حلقة؟ بلاش نتكلم في المواضيع دي أرجوكي. طب بص، عشان خاطري لو بتحب نسمة وخايفة عليها ولسه مهتم بيها، الحقها قبل ما تمشي. حالة ما تقلبهاش غم لو سمحتي. أنا يعني خلي الوقت اللي بشوفك فيه يبقى وقت فيه راحة وروقان بال، ما يبقاش فيه تعب ومشاكل أرجوكي. أنا عايزة أمشي. إيه الجنان ده؟ عايزة أمشي يا يحيى، عايزة أمشي. بغني. أنا بقى متابعك من ساعة ما شفتك آخر مرة. متابعك وأنت في البيت، في بيتك. متابعني في بيتي إزاي بقى؟ تلاقي حد من البنات هو اللي بيقول لك عليا. أبداً. بس في ناس كده الواحد يحس بيهم وهم بعاد عنه. يبقى حاسسهم على البعد كده. النبي أنت كلامك حلو قوي يا معلم. أقول لك إيه؟ أنا باجي هنا عشان أنسى. انسى اسمي وتاريخي وشغلتي وكل حياتي حتى. ما زعلنيش منك بقى. يا انصبتي، وانا كنت عملت لك ايه يا راجل انت يزعلك؟ بلاش تقولي لي يا معلم في اول تعارف بينا. فضيتني. انت بالك قد ايه بتغني؟
بقول كده من ساعه ما وعيت على الدنيا، ما بعرفش يا اخويا اعمل حاجه في دنيتي دي غير اني غني. الصوت الجميل على فكره، انا حوالي النهاوند، ما تخليكيش تغني في الفواصل بس، تعمل لك فقره كده عشان انا عايز اتكيف منك وانت بتغني. بجد؟ بجد طبعا. انت ما تعرفيش علاقتي بالنهاوند، انا اقول لها حاجه تنفذها على طول، تلاقيش. لا والنبي بس اقلق برضك، ما الوليه دي ممكن تفتكر ان انا يا اخويا اللي زقك عليها ولا حاجه. لا 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 ما تخافيش، ما تقلقيش، انا هقول لها بطريقتي، ما تحمليش هم ولا كأنك قلتي لي حاجه. الله ربنا يخليك يا مجدي يا رب. انا لسه هسعدك وهفرحك، انا هعمل لك عمايل، هخليكي تحس انك طايره في الهواء. يا لهوي هتعمل لي ايه تاني والنبي فرحنا؟ كله بهوى، كله بهوى. انت اسمك كيتي؟ كيتي؟ ها؟ اسمك جميل قوي يا كيتي، كله بهوى يا كيتي.